مفيش فتفوتة ورق باسم سامي. مخدرات يا مك، مخدرات. محمود أبو الفضل وشركاء دول أنا ليه هاخده يعني هاخده؟ لا لازم أقفله قبل ما يرمي نفسه في النار. بابا جاب الفلوس دي كلها منين؟ الهادي سامي بيه وقع في حبه الظابط مباحث. لو كنت أعرف إنه هيطلع كده كنت هبشلي منه وشين وخدت العيال وطرت بره البلد. ظبطوه هو معاه 4 كيلو حشيش. أنا لازم أحطهم كلهم تحت درس. أنا اللي يغلط في حد مني أكله. أنا مفيش داعي تدخل في معارك أنت مش قدها. الشقة دي والبيت ده بيتي أنا. وعزتي وجلالك لأنصرنك ولو بعد حين. اخت اترملت في عز شبابها. محمود ما تراهنش بحياه اختك يا محمود. يا بابا دي بتصرف فلوسها على بيشتغل معانا وبيرعى مصلحتنا. انا من اول لحظه شفته فيها وانا حاسه انه بني ادم كداب. لازم يبقى عندي عربيه وبيت ورصيد في البنك. محدش فينا ابدا ممكن يسرق. ده حقي ولا مش حقي؟ سنين بتاكل في قده محلوله وجاي دلوقتي تقول لي حق والمستحق؟ ده مال عيال، ما الدولة، ما الحكومة. يا اخويا ما تتحملش قوي كده. عشت طول عمري حمار. المباحث الفدرالية قبضت عليه. لو كان بيحبها كان كتب لها حاجة باسمها. ولا لو كنت خلفت ولد كان هو اللي قاش كل حاجة. الحرامية هم اللي بيخدروا الضحية ويهربوا. اللي كانوا زمان بيلعبوا الحرامية النهارده هيلعبوا عسكر.